مساء الخير واهلا بيكم وحلقه جديده من برنامج اخبارنا واللي بنتابع فيه اهم اخبار نادينا الزمالك وكمان الاخبار المحليه وكمان الاخبار العالميه، ولكن زي عادتنا كل يوم بنبدا بعناوين الحلقه. مصر والسنغال قمه الكبار. استعدادات فريرة للقاء ساجرادا. السعودية في المونديال. سامح يوسف في ضيافة أخبرنا. أما موضوع حلقتنا هو ما توقعاتك لنتيجة مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم. طبعا مستنيين اجابات حضراتكم على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك وتويتر وكمان انستجرام، وعايزه كده اجابات يعني تدينا طاقه ايجابيه، عارفين ان المباراه بكره صعبه جدا وكلنا هنبقى على اعصابنا 90 دقيقه، ولكن خليكم تفتكروا ان احنا في نهائي كاس الامم احنا كنا معاهم ند بالند، رغم ان احنا كان عندنا اربع مباريات متتاليه 120 دقيقه، لكن في الاخر احنا وصلنا معاهم للنهائي وواجهناهم، وده اعتقد حافز كبير لينا جدا جدا في مباراه بكره ان احنا لما نواجه السنغال يبقى عندنا الحماس وعندنا الدافع وعندنا قوتنا وعندنا كمان قوات ضربه كتير في داخل المنتخب الوطني، نقدر ان احنا ان شاء الله بكره نحقق الفوز. فعايزه بقى كل التعليقات ان هي رغم الخوف او رغم ان انتوا مقلقين شويه من منتخب السنغال لانه طبعا منتخب قوي جدا واكيد حضراتكم يعني عارفين قائمه منتخب السنغال شكلها عامل ازاي، مش محتاجين ان انا اقولها لكم، ولكن عايزين تعليقات ايجابيه، عايزين توقعات حلوه بكره، عايزين كمان لما تجاوبوا لنا تقولوا لنا تحددوا لنا مين ممكن يجيب الهدف وتحددوا لنا كمان مين قوتنا الضربه ومين يقعد على الدكه وخطتنا كمان تبقى ايه. عايزه كده احس ان انتوا عايشين معانا بكره في المباراه وفاهمين كوره كويس جدا وبتخططوا كمان لبكره واحنا ازاي كمان نكسبها. مباراه مش صعبه ولكن المطلوب مننا ان احنا لازم نشجع لاخر دقيقه، بكره بدايه رحلتنا، انتوا عارفين لسه عندنا رحله تانية يوم الثلاثاء الجاي ان شاء الله، فاحنا محتاجين في الرحلتين ان احنا نبقى قد المسؤوليه. المسؤوليه دي لا تقع فقط على المدير الفني ولاعبتنا، هم طبعا عليهم عامل كبير وعليهم مثلا نقول نسبه 80%، لكن احنا كمان من جانبنا احنا كمان لازم ندعم، احنا كمان لازم نتوقع الايجابيه، الطاقه الايجابيه بتوصل عموما والتوقعات الايجابيه بتوصل والتحفيز مهم جدا. هنحفز لاعبتنا ونحفز جهازنا الفني ونقول لهم ان انتوا قادرين تحققوا الفوز بكره ان شاء الله. خلينا دلوقتي نطلع فاصل قصير ونرجع بعدها ونبدا حلقتنا. ورجعنا لكم مره ثانيه ودلوقتي يلا بينا بقى نبدا حلقتنا اللي هي حلقه النهارده مصريه وبامتياز، حلقه منتخب مصر، حلقه حلم المونديال. النهارده هنتكلم عن ملف بيشغل بالنا كلنا، شاغل بال 100 مليون مصري ويمكن اكتر. ولا صوت يعلو في الشارع الرياضي والشارع المصري على صوت اللقاء المرتقب بين مصر والسنغال في ذهاب الدور الثالث لتصفيات كاس العالم. النهارده هي ليله المذاكره الاخيره، ليله التدريب الاخير، ليله كمان اختيار التشكيل. في البدايه لازم ناكد للكل ان مباراه بكره دي هي يعتبر الشوط الاول ولسه الشوط الثاني في داكار اللي هو المفروض يوم الثلاثاء الجاي ان شاء الله. هي شوط مش سهل. فوزنا فيه بيقول ان احنا خلاص في طريقنا للتأهل. في الوقت ده لازم كلنا نرفع شعار الدعم، انك انت تدعم لعبتك، تدعم جهازك الفني، وده يبدأ ان شاء الله من بكرة ولحد يوم الثلاث زي ما قلت حضراتكم للشوط التاني بتاعنا. ولازم
كلنا يبقى عندنا ثقه كبيره جدا. لازم يبقى عندك ثقه كبيره في فريقك، لازم يبقى عندك ثقه كبيره في منتخبك الوطني، وكمان في مدربنا البرتغالي كارلوس كيروش في ان هو يقدر بكره ان شاء الله يحقق هو ولاعبتنا نتيجه ايجابيه. طيب انا علشان احقق نتيجه ايجابيه انا محتاج ايه؟ في بعض الامور كده لازم نحطها في الحسبان، واكيد طبعا الجهاز الفني هو كمان حاططها في حساباته، او نحط كده النقط على الحروف. اول حاجه ان انت لازم تشتغل على اول 30 دقيقه من اللقاء، لازم تشتغل انك انت اول 30 دقيقه تسجل هدف مبكر. انت بقى لما في البدايه كده دايما نقول لكم كده، حتى لما الزمالك حتى بيبقى بيلعب، انك انت لازم في البدايه كده في اول 30 دقيقه تبقى مركز جدا جدا ان انت تسجل هدف وبسرعه. ليه بقى؟ لما تسجل هدف ده هيربك حسابات السنغال، وده هيجبر مدرب السنغال ان هو يفتح لك لعب ويفتح لك خطوط، فانت وقتها تبقى عارف خطه لعبته عامله ازاي، فتبقى المباراه بدل ما هي صعبه وانت مش قادر تقرا اللي قدامك، لا هتبقى سهله ليك. تاني حاجه بقى مرتبطه باول حاجه، فلنفترض ان الهدف اللي انا بقول لكم عليه ده الاولاني ده اتاخر، لان احنا محتاجينه في اول 30 دقيقه. في الحاله دي انت لازم تصبر ولازم تركز، ولازم كمان انك انت تحافظ على هدوءك، بلاش تتسرع تماما. في الحالة دي لازم برضو يبقى في حلول على دكتك كده، يبقى عندك قفشة وزيزو، ودول مفاتيح لعب بالنسبة لينا نقدر ان احنا نغير شكل المباراة بيهم في حالة ان احنا تعثرنا او ما قدرناش نجيب هدف في اول 30 دقيقة. تالت حاجة بقى، وهي ممكن تبقى صعبة شوية بس ان شاء الله نقدر ان احنا نحققها، انك انت لازم تخرج من المباراة بشباك نظيفة من المباراة تماما. عايز اقول لكم على حاجه، ان دي مش مسؤوليه حارس المرمى، ولا هي مسؤوليه الدفاع، ولا مسؤوليه خط النص، ولا مسؤوليه الهجوم، لا لا لا، دي بتبقى كلها كده توليفه مره واحده، هي توليفه الفريق كله مع بعضه محافظ على شباكه، وانك انت تخرج من المباراه دي بشباك نظيفه ده بيساوي 50% من طريقك انك انت تتاهل لكاس العالم، وحلمنا كلنا طبعا احنا بنقرب من حلمنا. في الحالة دي برضو هتلاقي عند السنغال عندهم برضو حلول، عندهم هجمات، هيحاولوا عن طريق إسماعيل صار وعن طريق ساديو ماني ان هم كمان يسجلوا، وهم كمان الحقيقة عندهم مفاتيح لعب كتيرة جدا، لازم ان احنا نقفل عليهم كويس جدا جدا ونبقى درسينهم كويس جدا، لان المباراة على قد ما هي صعبة ولكن اكيد ليها حلولها. وان انت خلاص لما قابلت السنغال قبل كده في أمم أفريقيا كنت وقتها مقابلهم وانت مرهق وانت مجهد وانت لاعب ثلاث مباريات ورا بعض او اربعه مش متذكره قوي 120 دقيقه، فكنت مجهد جدا جدا، فوقتها كان ليك عذرك، لكن بكره انت كان معاك وقتك، فقادر بكره انك انت تدرس بقى السنغال بشكل كويس جدا، عارف لعيبه السنغال، عارف خطه السنغال، عارف السنغال بتلعب ازاي، عارف ازاي تقفل على مفاتيح لعب السنغال. نيجي بقى لنقطه برضو مهمه جدا جدا جدا، وهو الجماهير المصرية ودور الجماهير المصرية. انتوا بكرة الناس بالذات اللي حاضرة في الاستاد او هتكون في المدرجات، انتم النجم الاول. انا عارفة ان هم اصعب 90 دقيقة هيعدوا عليكم، مطلوب منك انك انت تشجع من اول ثانية لاخر ثانية، مش من اول دقيقة، هي اول ما المباراة كده وتقول بسم الله الرحمن الرحيم انت بتشجع بقى لحد اخر دقيقة، انت لازم تشجع. وارد وانت بتشجع، وارد وانت في المباراة تلاقي لاعب غلط، مش هنعلق له المشانق. في الحالة دي اللاعب اللي بيغلط وده ضروري، يعني وارد جدا على فكرة انه يحصل، يعني هو في الاخر بشر، وارد انه يحصل مع ضغط المباراة مع التوتر، وارد. انت بقى هنا برضو بيبقى عليك دور انك انت تشجعه، وقت ما هتشجعه هيفوق بسرعة وهيرجع لفورمته وهيقدر ان هو يؤدي في المباراة. الشوط الاول 90 دقيقة مصيره في ايديكم انتم، هتقولي في ايدينا احنا كجمهور، في ايدين الجمهور 90 دقيقة. زمان كانوا بيقولوا على استاد القاهرة ده استاد الرعب، رعب من الجماهير اللي بتخلي الحجر ينطق، رعب من الجماهير اللي ما تبطلش تشجيع من اول ثانية لاخر ثانية. منتخب مصر بكرة هيرجع يلعب تاني على استاد الرعب، الجمهور هنا لازم يكون هو الداعم الاكبر لمنتخبه بكرة. ده بيحصل ازاي؟ انك انت طبعا تشجع بطريقة مثالية جدا، تحفز لعبتك وكمان تشجعهم بقوة. ما ننكرش ان في مجموعة من لعبتنا الفترة الاخيرة عانوا شوية من سوء توفيق، اللعبة دول بقى بالذات عايزينكم بكرة تركزوا عليهم. فترة الاحماءات اللي بتبقى قبل الماتش دي اهتفوا باسمهم، قولوا باسمهم، شجعوهم، حمسوهم للمباراة،
بكره هتافنا كله لمصر، ولا صوت يعلو غدا فوق صوت مصر، مصر اولا واخرا. بكره منتخبك بين ايديك انت، شجعه لاخر لحظه. ومحدش يقدر ينكر ان جماهير مصر تشرف، جماهير مصر رفعت راسنا في امم افريقيا، وانتم كنتوا سبب كبير جدا جدا من ان احنا نوصل للنهائي، وشفنا تشجيعكم الرائع، وشفنا دعمكم الكبير حتى في الماتشات الصعبه لما كنا بنواجه المغرب وعندنا ياس. لا كانت الناس بتسافر وتروح، هنقابل كوتيفوار وعندنا ياس، ده كوتيفوار منتخب قوي جدا. لا 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 لا، والكاميرون، كل دي منتخبات احنا قابلناهم وكنا وقتها فاكرين ان الجمهور رايح وهيرجع واحنا خسرانين، لكن الحقيقه كان الرهان على الجمهور كبير قوي، وكانوا قد هذا الرهان، وكانوا دايما الجمهور بيلبي نداء الوطن في اي وقت، او نداء منتخب الوطني في اي وقت، وكانوا بيسافروا وبيشجعوا لحد اخر لحظه ولحد اخر دقيقه. فعايزين ده بكره، عايزين بكره تشجيعكم. بكره اللاعبين ان شاء الله وخبرتهم، كيروش، مهارات صلاح، قادرين ان هم يحققوا الفوز. قبل كل ده طبعا هو توفيق ربنا قبل اي حاجه، ان شاء الله ربنا يوفقنا بكره في المباراه، على قد ما هي صعبه ولكن ان شاء الله ربنا يوفقنا بكره. وطبعا كل الدعم والحب لمنتخبنا الوطني، واحنا معاكم واحنا وراكم، كلنا ثقه في الجيل الحالي ان هو يقدر يكسب السنغال ويعدي اول شوط بنجاح في رحله التاهل لكاس العالم ان شاء الله. طيب احنا كده خلصنا كلامنا عن المونديال، خلصنا كلامنا كمان ورسالتنا للجماهير اللي احنا يعني وصلنا لكم احنا مطلوب منكم ايه بكره. تعالوا بقى دلوقتي نروح مع بعض نشوف تقرير عن مباراه منتخبنا امام السنغال، ونرجع بقى ونبدا اخبارنا. مصر والسنغال مواجهة نارية، قمة الكبار في تصفيات كأس العالم. غدا الجمعة يبدأ الفصل الأول في حلم المونديال. المنتخب يواجه السنغال في استاد القاهرة الدولي في حضور 60,000 متفرج، خلال مواجهة نارية، تكرار لسيناريو اللقاء الذي جمع بينهما قبل أسابيع قليلة في نهائي كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون، وتعادل خلاله بدون أهداف وحسمته السنغال بركلات الترجيح. المنتخب يدخل المباراة تحت قيادة كارلوس كيروش المدير الفني بحثا عن الفوز وبفارق تهديفي يدعم به رحلته قبل الإياب. المنتخب يخوض المواجهة وهو يراهن على كوكبة من أبرز اللاعبين، يتصدرهم اللاعب الأفضل في إفريقيا وأحد أهم نجوم الكرة في العالم محمد صلاح كابتن المنتخب ونجم ليفربول الإنجليزي، ومعه مصطفى محمد وعمر مرموش نجمي جالتا سراي التركي وشتوتغارت الألماني في الهجوم، وبالوسط حدث ولا حرج محمد النني وأحمد سيد زيزو وأفشا وعمر السولية وإمام عاشور وحمدي فتحي وتريزيجيه، لاعبين أصحاب خبرات وحلول فردية هائلة. وفي الدفاع مجموعة أخرى مميزة مثل محمود الونش وعمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم ومحمود علاء وأحمد فتوح. وفي المرمى عملاقين تألق في أمم إفريقيا الأخيرة محمد الشناوي ومحمد أبو جبل، كلاهما اسم مميز في مرمى المنتخب، ومع هؤلاء يظهر 50,000 متفرج في المدرجات ومئة مليون أمام الشاشات يدعمون الفراعنة من الدقيقة الأولى إلى الأخيرة. يقيم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بعد قليل بالصالة المغطاة رقم 1 حفلة لتكريم الأمهات المثاليات بمناسبة عيد احتفالات الأم يوم المرأة، وينظم الاحتفالية ثنائي مجلس الإدارة مريم رزق وبسنت جوهر بالتعاون مع إدارة النشاط الاجتماعي، ويتضمن الحفل فقرات فنية وغنائية. ومن المقرر حضور المستشار مرتضى منصور وأعضاء مجلس الإدارة لتسليم الأمهات المثاليات درع النادي وشهادات التقدير. الاتحاد الافريقي لكرة القدم اخطر الزمالك بتعيين طاقم تحكيم موزمبيقي على راسه حكم الساحة ارمينيدو لادارة مباراة ساجرادا الانجولي، والمقرر ليها في الساعة 6 اليوم الجمعة اللي جاية، ممكن يكون تقريبا الاول من ابريل او لا الجمعة اللي بعدها، في الجولة الاخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.
تعال بقى نروح لفريقنا اللي واصل استعداداته لمواجهة سجرادة الأنجولي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. الفريق خاض تدريبات النهاردة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء تحت إشراف البرتغالي فريرا. مدرب فريقنا المران شهد مجموعة من التدريبات البدنية والفنية ضمن استعدادات الفريق خلال فترة التوقف الحالية. تعالوا بقى نروح ليه عمر السعيد لاعب فريقنا اللي واصل برنامجه التأهيلي على هامش المران الجماعي للأبيض النهاردة في صالة الجيم. عمر خاض بعض التدريبات التأهيلية تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق علشان يتم تجهيزه للمباريات المقبلة. من عمر السعيد نروح لحازم امام لاعب فريقنا واللي تلقى مجموعه من التعليمات الفنيه من البرتغالي فريرا على هامش التدريبات الاخيره. فريرا اتكلم مع حازم في اكتر من نقطه فنيه ابرزها العمل على استخلاص الكره وبدايه الهجمه بشكل سليم بجانب عمل التكمله الهجوميه المناسبه من طرف الملعب. عايز اقول لكم ان فريرا شغله مع اللعيبه حقيقي، هو مش مجرد تعليمات ونصائح شفويه، هو كمان بينفذ معاهم كل التعليمات وبشكل فعلي في التدريبات، وعنده حرص حقيقي كبير جدا ان هو يقضي على اي اخطاء وقع فيها اللعيبه في الفتره اللي فاتت. لسه مكملين اخبارنا مع فريرا واللي طلب من معاونيه تجهيز ملف كامل عن كل صغيره وكبيره في فريق سجرادة الانجولي لمباراته مع الزمالك. فريرا حريص على دراسه الخصم بشكل جيد للوقوف على نقاط القوه والضعف في بطل انجولا، والمدرب حريص جدا على تحقيق نتيجه ايجابيه قصاد سجرادة ترفع الحاله المعنويه للفريق قبل مواجهات الدوري. اطمأن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم على نجمنا يوسف أوباما بعد أن تعرض لي حادث سير بسيط في امبارح، وده على هامش المران المقام يوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء. طبعا نقول سلامتك يا أوباما والحمد لله إن هي عدت على خير. بعد ما خلصنا اخبار نادينا تعالوا دلوقتي نروح لمجموعه من الاخبار المتنوعه. قبل ما نبدا اخبارنا المتنوعه حابه استعرض مع حضراتكم تاريخ المواجهات بين منتخبنا وبين منتخب السنغال في جميع البطولات. منتخبنا لعب قدام السنغال 14 مباراه، فاز في 7 مباريات والسنغال فازت في 4 مباريات، وتعادل الفريقين 3 مباريات. المباريات ال 14 شهدت تسجيل منتخبنا 12 هدف ومنتخب السنغال 8 اهداف. طبعا نتائج كويسه طبعا بالنسبه لينا، وعايزين نقول كل التوفيق لمنتخبنا بكره ونحقق باذن الله الفوز رقم 8 وناخد خطوه في الوصول لكاس العالم. نروح لنجم منتخبنا الدولي محمد صلاح واللي بيسعى لتسجيل هدف في شباك منتخب السنغال علشان يرفع رصيده من الأهداف في تصفيات أفريقيا لكأس العالم للرقم 12 ومعادلة رقم نجم المنتخب السابق عمرو زكي، كما سيصبح هذا الهدف هو الأول لمحمد صلاح في شباك السنغال خلال مشواره مع المنتخب المصري لينضم إلى قائمة بتضم 10 لاعبين نجحوا في زيارة شباك أسود الترينجا من قبل كان بيتقدمهم عمرو زكي برصيد 3 أهداف. وصلت بعثة منتخب تونس مساء أمس الأربع إلى باماكو على متن طائرة خاصة لمواجهة مالي في المرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال، وتقام مباراة الذهاب غدا في باماكو على أن تقام مواجهة الإياب في تونس يوم 29 من الشهر الجاري، ويخوض نسور قرطاج النهاردة الخميس مرنهم الوحيد في باماكو. تواجد ساديو كيتا نجم مالي وبرشلونة السابق في تدريبات منتخب بلاده الذي يستعد لمواجهة تونس في الملحق المؤهل لكأس العالم. ووجه كيتا رسالة تحفيزية للاعبين قبل التدريب قائلا: أنتم أمام فرصة تاريخية لتحقيق إنجاز مهم للكرة المالية العالمية، وشدد على اللاعبين قائلا: يمكنكم أن تحصلوا على كل الألقاب، ولكن فرصة كهذه قد لا تعوض، يجب استغلالها كما يجب
من أجل شعب مالي الذي ينتظر بلوغ المونديال. أثارت جماهير منتخب الكونغو الديمقراطية غضب فوز لقطاج رئيس الاتحاد المغربي بسبب المضايقات والفوضى التي تعرض ليها منتخب أسود الأطلس قبل وبعد تدريب الفريق. وجاءت هذه الاستفزازات بعد خطاب الاتحاد المغربي الموجه للفيفا والكاف للاحتجاج على المعاملة السيئة من الكونغو الديمقراطية، وتجاوز الأمر إلى التربص لفوزي في الملعب وفي طريقه للسيارة بالهتاف ضده. ورد رئيس الاتحاد المغربي بأن المغرب سيقطع تذكرة العبور للمونديال والحسم سيكون في الدار البيضاء. نروح للمنتخب السعودي واللي تأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخه بعد فوز اليابان على استراليا 2-0 في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية. ورفعت اليابان رصيدها ل 21 نقطة من 9 مباريات، وضمنت التأهل لبطولة كأس العالم مقابل 19 نقطة للسعودية واللي بتلعب مباراة أمام الصين حاليا. نروح للإسماعيلي واللي بيخوض فريق الإسماعيلي بقيادة حمد إبراهيم النهاردة العصر أولى مبارياته الودية خلال توقف مسابقة الدوري العام بسبب الأجندة الدولية بمواجهة فريق عرب أفريكانو، بعد أن طالب الجهاز الفني بضرورة تنظيم 6 مباريات ودية في الفترة المقبلة. بيأتي هذا من أجل تجربة مجموعة من الخطط الفنية إلى جانب إشراك عدة لاعبين في أكثر من مركز لتحقيق المرونة التكتيكية والعمل على تدارك الأخطاء الفنية التي تم الوقوع فيها خلال المباريات الماضية. يواجه فريق إسترن كامباني تحت قيادة علاء عبد العال النهاردة الخميس نادي طلائع الجيش وديا استعدادا لمواجهة النادي الأهلي في الأسبوع الـ 14 والمقرر لها 12 إبريل المقبل. وسيستغل علاء عبد العال التجربة الودية في إشراك بعض اللاعبين الذين لا يشاركون والإطمئنان على الأساسيين ولتصحيح الأخطاء التي وقع اللاعبون فيها في المباريات الماضية. وبدأ إسترن كامباني التدريب يوم الاثنين بعد أجازة 3 أيام بعد مواجهة طلائع الجيش في الأسبوع 13 من الدوري والتي أقيمت الخميس الماضي وانتهت بالتعادل السلبي. يترقب محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري فرصة العودة للمشاركة أساسيا في مباريات زعيم الثغر، خصوصا بعد رحيل التوأم حسن، ويتولى الجهاز الفني الجديد بقيادة عماد النحاس. ويبذل عبد المنصف قصارى جهده في التدريبات الجماعية لإثبات جدارته ونيل رضا الجهاز الفني الجديد وتأكيد قدرته على حماية عرين زعيم الثغر رغم تقدم عمره، خصوصا أن أوسا يرفض فكرة الاعتزال في الوقت الحالي. وشارك عبد المنصف في أول ست مباريات أساسيا بمسابقة الدوري العام أمام سموحة فيوتشر بيراميدز الجونة المقصة فاركو ليجلس بعد الحارس بديلا أمام سيراميكا بكاس مصر، ثم يعود مرة أخرى لحراسة مرمى سيد البلد أمام المصري، ثم يجلس بديلا أمام إسترن كامباني طلائع الجيش والإسماعيلي ويخرج من القائمة أمام إنبي. طيب كده تكون انتهت اخبارنا المتنوعه وكمان انتهت اخبار نادينا الزمالك. تعالوا دلوقتي نروح لفاصل ونرجع ونستقبل ضيفنا كابتن سامح يوسف لاعب الزمالك السابق. مصر لو تنده تلاقي جاي 100 مليون فدائي، مصر غالية علي منها واللي منها ما بيبعوش. مصر قلوبنا لما روحنا واحنا امتى نسينا روحنا، مصر ساكنة في المشاعر في الملامح في الوشوش، دي مصر لو تنده تلاقي جاي 100 مليون فدائي، مصر غالية علي منها واللي منها ما بيبعوش. عبد
حميد وحسام حسن لسامح وجول حلوة يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. ضيفنا اليوم ضيف مش عادي، واحد من أبرز لاعبي الكرة في الزمالك خلال الألفية الثالثة، جوكر لعب في كل مراكز الوسط وتألق، استعانوا به في الهجوم وكان هدافا، ترك ذكريات سعيدة في قلوب جماهير الزمالك، هتفت له المدرجات طويلا وخرج من الباب الكبير. انتهت رحلته مع الفريق، هو سامح يوسف نجم الزمالك السابق أو الجوكر كما أطلقوا عليها. سامح بقول لحضراتكم يحسن هدف في اللقاء سامح يوسف فيه. لمع في المقاولون العرب في بداياته، ثم انضم للزمالك في عام 2003 ليحقق في أول مواسمه إنجازات تاريخية مثل الفوز ببطولة الدوري الممتاز وكذلك البطولة العربية، وكان اللاعب المفضل لدى البرتغالي فنجادا المدير الفني في تلك الفترة، راهن عليه في العديد من المراكز، نافس حسام حسن وعبد الحليم علي ووليد صلاح في الهجوم ودفع به في الوسط الهجومي، وتميز باللياقة البدنية الهائلة والحلول الفردية والقدرة على المراوغة وتنفيذ التعليمات التكتيكية بحرفية وكذلك الروح القتالية في الملعب، وكان الورقة الرابحة لأي مدرب في كل المراكز. اعتزل الكرة تاركا خلفه ذكريات سعيدة في قلوب الجماهير ليحترف مجال التدريب وينضم لقطاع الناشئين بنادي المقاولون، وقاد فريق 2005 لفترة وحقق معه نتائج رائعة، وله واقعة لا تنسى عندما رفض تدريب أحد فرق القطاع لأن نجله يلعب في الفريق، تطبيقا لمبادئ الشفافية والبعد تماما عن أي مجاملات. اليوم يحل سامح يوسف ضيفا على أخبرنا في حوار فني خالص عن قمة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم، فانتظرونا. ورجعنا لكم مرة تانية وبنستقبل ضيفنا كابتن سامح يوسف لاعب الزمالك السابق. كل سنة طيب في البداية. حضرتك طيبة والشعب المصري كله طيب، ورمضان كريم على الجميع وعلى شعب مصر كله وعلى جماهير نادي الزمالك. بشكرك جدا. نيجي نتكلم في البداية كده، انت عارف بكرة مباراة صعبة جدا جدا، شايف لقاء بكرة ازاي بين مصر والسنغال؟ طبعا ماتش هيكون قوي جدا، فريقين كبار جدا، الفريقين تاريخ كبير في القارة الأفريقية. المنتخب المصري طبعا مصنف بطل افريقيا واكبر اكثر منتخب حصل على بطولات افريقيه، منتخب السنغال منتخب قوي جدا جدا ويضم لعيبه كل اللعيبه ممكن محترفين في الدول في اقوى دوريات اوروبا. فالمباراه هتبقى صعبه جدا جدا على الفريقين، ونتمنى طبعا التوفيق لمنتخبنا ويكون التوفيق حليفنا ونقدر نصعد كاس العالم ان شاء الله باذن الله يا رب ان شاء الله. طب انت شايف حظوظنا ازاي بكره؟ والله يعني ان شاء الله متفائلين. ماتش على ملعبنا الاولاني، جمهور طبعا كبير جدا هيحضر، تعرف الجمهور المصري يعني يقدر يكون ليه عامل مؤثر في مباراه زي ديت. فان شاء الله باذن الله نتمنى التوفيق يكون حليفنا ونصعد ان شاء الله باذن الله. بما اننا بنتكلم عن الجمهور، اكيد الجمهور بكره له دور كبير جدا جدا طبعاً، وبالذات كمان وعامل نفسي كمان كبير طبعا. ايه المطلوب منهم بكره؟ يعني المطلوب من جمهورنا هو يعني اول حاجه طبعا التحلي بالاخلاق الرياضيه، دي اول حاجه. التشجيع بانسيالي، ده اللي متعودين عليه منتخب من جمهور مصر على طول في ماتشات المنتخب على طول. التشجيع يبقى مستمر طول ال 90 دقيقه، ويبقى تشجيع بناء مش هدام، يأزروا اللعيبه طبعا ويقفوا مع اللعيبه لحد اخر دقيقه. مش عايزين بقى ان هم مستعجلين، مش عايزين يبقوا يعني عامل مؤثر على اللعيبه ضد تبقى ضد الفرقه. لا، عايزينكم يبقى مع الفريق، التشجيع المثالي، التشجيع اللي هو يخلي الفرقه يقوم الفرقه، نقدر نكسب باذن الله، واحنا طبعا بجمهورنا وتاريخنا نقدر ان شاء الله ان احنا نعمل مباراه كويسه باذن الله. تاريخنا، التاريخ معانا في مواجهات السنغال الحمد لله، التاريخ معانا. وفي امم افريقيا ممكن ما كانش عندنا حظ شويه لما قابلناهم في النهائي، ان احنا فعلا كنا مجهدين جدا.
ايه ظروف المباراه المره دي؟ اعتقد احسن كتير. طبعا هو المباراه متغيره ليه؟ لان زي ما انت قلت كده حضرتك احنا لعبناهم في ان كنا لاعبين حوالي 3 4 ماتشات 120 دقيقه كان في ارهاق جامد جدا على اللعيبه، كان في اصابات كتير جدا واللعيبه كانت تعبانه ومصابه، كان في ايقافات برده في المباراه قبل النهائي، كان عمر كمان كان موقوف. فالظروف المره دي اللعيبه مرتاحه بنسبه كبيره، ما فيش ضغط الماتشات اللي كانت قبليها في البطوله. فان شاء الله الظروف المره دي يعني متاحه ان شاء الله ان احنا نعمل مباراه كبيره ونفرح جمهورنا باذن الله ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. لو جينا كده نختار مع بعض، يعني احنا معانا القائمتين، احنا معانا قائمه منتخب السنغال ومعانا قائمه منتخب مصر. تعالى كده مع بعض كده ممكن نشوف ايه التشكيل المتوقع لمباراه بكره. ونخلي بص يعني خلي حراسه المرمى في الاخر، خلينا نبدا بالدفاع. تمام. انا شايف يعني ان خط الدفاع طبعا مش هيخرج طبعا من يمكن ده يمكن اعتقد ثابت يعني هيبقى اختلاف في حته واحده، هيلعب طبعا محمود حمدي الونش وحمد عبد المنعم اثنين مساكين سنتر باكات، هيبقى احمد فتوح باك ليفت. تمام. هيبقى فيه هي حته اليمين دي بين عمر كمال وبين امام عاشور. لكن انا اعتقد ان ممكن يبدا بعمر كمال. هو الاكثر لعبا في المكان دوت ومكانه، فاعتقد هو ممكن يبقى بنسبه كبيره عمر كمال. هنيجي لخط نص ملعب برضو، انا بقول لك التشكيل اللي هو اللي ممكن هو يلعب بيه، ممكن هو يلعب لكن مش اللي احنا عايزينه يعني. اللي احنا عايزينه حاجه واللي هو بيفكر فيه حاجه ثانيه. طيب خلينا نبدا بالاول بالمتوقع وبعد كده نشوف احنا ممكن المتوقع اللي هو بيفكر فيه. طبعا هيبدا في نص الملعب زي ما قلنا الاربعه المدافعين. نص الملعب هيبقى محمد النني وحمدي فتحي والسوليه وعمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد. لو انت مكانه تختار مرموش ولا تختار تريزيجيه؟ انا اختار الاثنين، يعني لو انا مكانه اختار الاثنين، مش هلعب 4 3 3 مش هلعب 4 3 2 1 سوري. تفضل انا هلعب 4 2 3 1. تفضل اشمعنى؟ انا يعني في ملعبي وعايز اكسب والمباراه لازم، ما فيش ان انا ما ينفعش ان اتعادل واروح اعوض هناك والكلام ده، المباراه لازم اكسب في ملعبي 90 دقيقه لازم اكسبها. فانا شايف ان الثلاثه بتوع نص ملعب الثلاثه دورهم الهجومي قليل شويه، يعني نشوف محمد النني ما بيهاجمش كتير، بصير كويس نص الملعب، بيستلم كويس، بيسلم كويس، بيدافع كويس، نفس الكلام حمدي فتحي دفاعيا كويس جدا. يمكن السوليه نسبيا هو اللي ممكن بيتقدم شويه، مش بيعمل في بيصاب على الجون، لكن الثلاثه هجوميا يعني مش حتى هجوميا عندهم مش عاليه شويه. فدي يمكن في ملعبي انا يعني شايف ان انا كفايه منهم اثنين في نص الملعب، يبقى السوليه مثلا والنني، ويبقى معايا مثلا حمدي فتحي بره او زي ما هو يفضل، يعني عايز السوليه بره براحته، عايز حمدي فتحي براحته بره، النني هيبقى موجود اعتقد يعني بنسبه كبيره. والعب بقى في نص، والعب بقى ثلاثه قدام الاثنين، هلعب بتريزيجيه والعب مرموش ومحمد صلاح ناحيه اليمين ومصطفى محمد فرد. طب انت نسيت ان احنا عندنا دكه برضو، عندنا دكه قويه جدا، وممكن احط زيزو تحت الفرود يعني حسب ما هو بقى، دي اختيارات بتاعته. يعني بقول لك الطريقه اللي العب بيها، لو انا هلعب العب 4 2 3 مش هلعب 4 3 2 1. طب هو بيلعب من غير بلاي ميكر؟ ما هو بيلعب 4 3 2 1 دي طريقته. ده صح ولا انت شايف ان احنا افضل يبقى معانا بلاي ميكر؟ لا ما انا بقول لحضرتك ان انا شايف ان انا العب 4 2 3 1، ما 4 2 3 عكسها بقى يبقى فيها بلاي ميكر. ما بقول لك يا اما احط مرموش بلاي ميكر، يا اما احط قفشه، لو هم احط زيزو حسب بقى اختياراته هو. طيب لو جينا نتكلم مثلا على حراسه المرمى، ودي نقطه مهمه جدا في مباراه بكره. طبعا اثنين حراس مرمى كبار جدا بالظبط، ده اثنين احسن حراس مرمى، والاختيار والمفاضله ما بينهم والاختيار ما بينهم صعب يعني. صعب جدا. الشناوي طبعا جم مصر طبعا وكان هو اللي لعب كاس عالم، هو لعب الامم الافريقيه هو اللي بدا، وابو جبل فنش البطوله كويس، وهو يمكن وصلنا قبل النهائي. فالاثنين الحته اللي ما فيهاش مشكله، الاثنين اي حد يلعب فيهم هيأدي، انا متاكد الاثنين جوان كويسه جدا، دي هترجع له هو بقى يعني هترجع له. بس انا يعني باحساس الكره كده انه ممكن يبدا بشناوي الفتره دي، يعني برضو ابو جبل برضو بعد ما رجعنا شويه دروب شويه مش موفق شويه، فممكن احساسي انه يبدا بشناوي. لكن اثنين حراس مرمى كويسين جدا وعلى مستوى عالي، اي حد فيهم هيلعب يبقى كويس. انت ده وجهه نظر انا كيوش. بقول ان هو احساس ان هو هيبدا بالشناوي ولو انت هتختار الاثنين ما فيش اي مشكله عندي فيهم، الاثنين جوان كويسه جدا والاثنين مستوى عالي جدا والاثنين طبعا دعم اي حد منهم طبعا هيكون حارس مرمى بكره. طيب النني والسوليه مين منهم تفضلوا سيرد باك؟ سيرد باك هم بيلعبوا يلعب رقم 6 يلعب رقم 6 ديفندر يعني ديفندر 6 مش سيرد باك. هو الاثنين، ما هو على حسب بقى الطريقه اللي هيلعب بيها، ما هو لو هيلعب بثلاثه في نص الملعب هيبقى هيحط مثلا هيبقى النني حمدي فتحي 6 وهيحط على شماله شويه النني وممكن على يمينه وعمرو سوليه. ده لو هيلعب بثلاثه في نص الملعب بالظبط. لكن لو هيغير بقى هيبقى مثلا النني وجنبه عمرو سوليه، النني وجنبه حمدي فتحي، هيبقى الاثنين اعتقد يبقى النني ممكن 8 حمدي فتحي 6 بيدافع اكتر شويه، بيدافع عنده حته دفاعيه اعلى شويه من النني، بيزيد بيتقدم يقدر يحط يجي يسجل اهداف.
لو هيلعب واحد منهم فلنفترض ان احنا عندنا هنا كده هيلعب ياب مرموش، انت قلت لي هتختار الاثنين، هتختار مرموش وهتختار تريزيجيه، وانت عارف ان طريقته ممكن في البدايه بننزل في البدايه بيبقى مرموش وبعد كده بديله تريزيجيه بالظبط. فلو هو مثلا هيفاضل ما بينهم هما الاثنين او انت تفاضل ما بينهم هما الاثنين، هتلعب واحد بس تلعب بمرموش ولا تريزيجيه؟ بس مرموش تفنشته افضل شويه على تمام، بس الكره الافريقيه انت عارفه عندهم قوه وسرعه عاليه جدا. مرموش لعب كره كويس لكن تريزيجيه اسرع اقوى، بيسحب الفرقه كويس، بيعمل جبهه كويسه. لو تريزيجيه فايق وفي مستواه، السرعات اللي عنده ممكن ينقلك بسرعه الجون، يعني يودينا الجون بسرعه، لان تعرف الافارقه سرعه جدا واقويه جدا، فمش محتاجين اللعب المهاري شويه. والا كان مثلا هيبدا بقفشه، ما هو قفشه مهاري جدا، مهاري مهارات عاليه جدا، بس قفشه القوه والسرعه والبنيان مش زي الافارقه، فعشان كده ممكن ما يبداش بيه. فانت بتلعب الافارقه دول عندهم قوه سرعه عاليه قوي فعايزين واحد برضه عنده سرعات زيهم بالزبط. فانا افضل تريزيجيه. ومنتخب السنغال يعني قائمته قدامنا ما شاء الله كلهم محترفين. طب انت عارف ان احنا الحمد لله مكتملين صفوفنا مكتمله ما عدا حجازي واكرم توفيق، نعوض بقى غيابهم ازاي؟ هم الاثنين هم اللي بيلعبوا دول، هم يعني اكرم توفيق اتعور في اول بطوله يعني ربنا يشفيه يا رب ان شاء الله ويرجع للملعب مره ثانيه يا رب توفيق باذن الله. عمر كمان لعب البطوله كلها وكان موفق، عمل مباراه كويسه ما فيش فيها مشكله. والسيرد باكين محمود حمدي الونش محمد عبد المنعم عملوا بطوله كويسه جدا هناك، لكن طبعا مع احترامي الاثنين بعد ما رجعوا في تحفظات على مستوى الاداء شويه، يعني برضو الاثنين مش مستوى اللي هم كانوا في البطوله هناك، يعني مستوى في الدوري تقصد في الدوري بعد ما رجعوا، بعد ما رجعوا الاثنين المستوى اقل ما كانوا في البطوله شويه، يعني نتكلم بصراحه شويه. لكن هم اثنين مسكين كويسين جدا، عملوا بطوله هناك كويسه قوي. نتمنى ان يبقى التوفيق معاهم ويبقوا نفس الاداء والروح اللي كانوا بيلعبوا بيها هناك في البطوله. بس كده كده يعني تحس يعني في لعيبه، كنا لسه حتى بنقول في الانترو ان احنا كان فعلا في لعيبه مستواهم قل شويه، مش لدرجه كتير يعني قل شويه يعني بس يقدروا يواجهوا بكره. بقولش يعني قل كتير، بقول لك لعيبه كتير يعني قل شويه فعلا بس لعيبه كتير بس قادرين يواجهوا بكره باذن الله. ما هو الماتش ده بقى خبرات، ما هو لعيب الخبره بقى اللي هو بس منتخب مصر ده اللي يقدر يفوق نفسه بسرعه، اللي يقدر يرجع نفسه بسرعه، اللي يقدر في مباراه زي ديت ان انا اقدر اكسب منتخبي. ده لعيب كبير، فارق باللعيب الكبير لعيب منتخب مصر ولعيب اي حاجه ثانيه. فاللعيب ده يقدر عنده ثقه في نفسه، لعيب اهلي ولعيب زمالك ولعيب بيراميدز، لعيب انديه كبيره لعب بطولات افريقيه، فاللعيب ده اللي يقدر يعني ارجع مستواي بسرعه. وممكن ابقى مستواي زي ما بتقولي كده يعني قل شويه، لكن المباريات المهمه تلاقيني كويس. ممكن بيبقى حاسس اكتر بالمسؤوليه بقى بالظبط. لعيب المصري تعرف بقى بتحط وقت الجد او تحت ضغط بيبقى مركز، دي حقيقه. طب لو هنتكلم على مروان حمدي، يبقى بديل لمصطفى محمد؟ مروان فرقه كويس على فكره، يعني ياخد فرصه في المباراه مثلا. كويس جدا، ممكن من هدافين الدوري المصري السنه دي، وعامل مباراه كويسه جدا. فانا شايف ان اللعيب ده لو لقى مسانده ولقى دعم، لا هو فرقه كويس، مش يعني يأدي بكره عادي لو يأدي وعنده ميزه برضه في الكوره عاليه، يمكن جسمه كويس طويل، تعرف المنتخب السنغال عنده سيرد باك قوي جدا وطويل جدا. فلا عمر لو نزل مروان حمدي سوريا هيبقى برضه ان شاء الله ممكن نستغل سرعته على الجون بشكل مباشر ويبقى راس حربه. ليه لا؟ لو مصطفى مش موفق مثلا وحب يعمل تغيير، عندك بره فيرود كويس هو مروان، وعندك لعيبه ثانيه كويسه جدا بره، يعني في بره لو زيزو ما بداش، في قفشه. نتمنى احنا برضه نستغل الاثنين دول في وقت من اوقات المباراه، ان زيزو وقفشه يقدروا برضه يغيروا المباراه في اي وقت حسب نتيجه المباراه. لو احتجتهم في اي وقت، لا الاثنين لعبه كويسه جدا يعني. امتى استغل زيزو وقفشه حسب نتيجه وليه ما ابداش بيهم؟ يعني زي ما بقول لك، يمكن قفشه لعب كوره كويس جدا ولعب مهاري جدا، لكن انت عارف فرقه السنغال قويه جدا وسرعه جدا. يمكن قفشه ما بيتمتعش بحته السرعه والقوه شويه، يعني لعيب كوره ذكي جدا، بس طبعا حته قوه وسرعه فالسنغال متفوقه في الحته دي، فعشان كده هو بيلعب برضه الناس اللي هي عندهم سرعات بس عندهم قوه. لكن زيزو اقدر استغلهم في اي وقت مباراه حسب نتيجه المباراه. انا عايز المباراه كسبان طبعا، اكيد لو كسبان ممكن يعني مش ممكن الاثنين ما ينزلوش. محتاج بقى تكسب، محتاج تهاجم، انت ضاغط، فرقه السنغال بتدافع، ممكن اقدر استغل الاثنين ويعملوا تاثير مع منتخب مصر باذن الله يا رب ان شاء الله. طب لو جينا لعمر كمال، يبقى متحفز شويه بكره من ناحيه الدفاع
ولا لا يهاجم بشكل طبيعي جدا وتمام، عشان كمان زي ما احنا عارفين يعني هو هقول لازم الكره معانا من ناحيته وكره معانا من ناحيته يهاجم عادي خالص. لازم بقى يعني يهاجم ويعمل جبهه ويرجع ناس تدافع، ان احنا في ملعبنا عايزين نكسب، احنا ما قدناش غير مكسب، ما قدناش انك تتعادل وتروح انك تعوض وكان احنا لازم نكسب احنا في ملعبنا، لكن لازم واحنا الكره مش معانا حد يساعد عمر كامل، لان هم عندهم الجبهه الشمال دي اقوى جبهه، جبهه قويه جدا يعني، جبهه قويه جدا ساديو ماني وعندهم جبت كويس قوي 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 قوي، فعندهم الناحيه دي لازم فعلا حد يساعد مع عمر كامل، لان حد يساعد مع عمر كمان ساديو ماني لعيب كوره كويس جدا ومن احسن لعيبه في العالم، هيبقى المباراه تبقى صعبه عليه. شفنا امام عاشور عملها المباراه بالنهائي عملها كويس جدا معاه. طب ليه ما يبقاش مثلا، بما اننا جبنا سيره امام واحنا انت كنت لسه بتتكلم من شويه عن الخبرات، طب ليه ما نلعبش امام عاشور بما انه كمان عنده خبره كمان في التعامل مع المنتخب السنغالي؟ ممكن عشان بس ايه ده مش مكان امام يعني، ممكن انت بتجيب لعيب احتاجته في مباراه كان بس ادى في مباراه كويس جدا جدا ادى، بس مش قاعده انه ممكن يادي على طول يعني، فاهم قصدي؟ يعني عمر كمان كان هو الاساس هو اللي بيلعب، امام جه مش مكانه بخبراته، اكيد طبعا هو ما اتمرنش عليها، بخبراته بامكانياته الفنيه الكويسه العاليه قدر يلعب في المكان ده وعمل مباراه كويسه جدا جدا في المباراه قبل النهائي مع ساديو ماني. بس ما تضمنيش ان هو هل مثلا في المكان ده هيبقى موفق فيه على طول، هيبقى كويس فيه على طول، لا، غير ما يكون عمر كمال ده مكانه، ده مكانه اللي هو حافظه يعني، حتى لو عمر كمال هيديني مثلا عنده 100% هيديهم لي في مكانه احسن من مثلا امام عاشور لعيب امكانياته عاليه قوي بس ممكن يديني في المكان ده 60% بس 50% بس، لا اللي في مكانه هيديني نسبه اعلى. فعشان كده يعني هو بنقول عمر كمال. طيب لو جينا برضو للتوقعات بتاعت بكره، بما انك قلت ان احنا لا فيها تعادل طبعا ولا فيها خساره طبعا، فممكن نتوقع ايه؟ ان شاء الله باذن الله ما نتوقعش غير المكسب، ولازم ان شاء الله المكسب، يعني زي ما قلت لك يعني اي نتيجه غير المكسب المباراه هناك تبقى صعبه جدا، انت عارف السنغال في ملعبها وعايزين يوصلوا لكاس عالم بلعبتها المحترفين دي كلها بجمهورها اللي هيملى الاستاد برضه هناك زي جمهورنا، فهتبقى المباراه صعبه قوي، فاحنا لازم نخلص مباراتنا من هنا. طيب بما ان هي مباراه صعبه، طيب مش ممكن يبقى احنا عندنا حافز من امم افريقيا، حافز كبير كمان بالنسبه للعيبه طبعا، عندنا حافز زي ما بلغه الكوره بيقول لك ايه، هاخد بطاري هاخد حقي، وده اللي اتقال بالمناسبه بعد بعد النهائي وصلاح وكل اللعيبه لما قعدوا اتكلموا مع بعض قالوا ان احنا معادنا معاهم تاني في التصفيات، وده لازم يبقى موجود، لازم يبقى انا اروح اعلي في المباراه، لازم اعوض خساره في البطوله في الدور قبل النهائي في البطوله الافريقيه، اعوض الخساره اخد حقي، ما هو مش حرب طبعا وصولي في المباراه النهائيه هناك هي مش حرب طبعا، لكن مباراه كره القدم، لكن انا عندي بحافز ان خسرت من الناس دي ما اخسرش منهم تاني يعني، بالزبط. عيب ان انا اتغلب منهم هناك في البطوله واتغلب اتغلب في البطوله في النهائي هناك في الشبل نقطه النهائي سوري في النهائي هناك واتغلب هنا كمان في على ملعب في كاس العالم واخرج، لا يبقى دي تديني حافز ان اتغلبت منهم مره مش اتغلب التانيه. بس ده يعني ايه، ضغط قوي، ضغط قوي عليهم على فكره، هو ضغط وتركيز رغم يعني. ان هم ماشي الظروف احسن دلوقتي وصفوفك الى حد كبير جدا مكتمله، بس ما تنكرش برضو ان ده هيبقى يعني ضاغط عليهم بشكل كبير جدا، ممكن ده ياثر برضو على الاداء شويه، ان انا عايز اخلص الماتش وعايز اخد حقي زي ما قلنا، فتقلب مني بقى تقلب مني على عكس خالص. احنا برضو عندنا لعيبه يعني لعيبه برضو محترفين، وعندنا لعيبه عندنا ما شاء الله محمد صلاح يعني بالزبط. يقدر هو يتكلم مع لعيبه في الحته ديت ويهدي اللعيبه وبرضو بدون استعجال بدون الضغط زي ما تقولي كده، ان انا اكسب انا ابقى حافز لكن ما ابقاش مضغوط، يبقى حافز ان اكسب، يبقى عندي روح عاليه ان انا اكسب، العب على المكسب وبهدوء طبعا وبثقه، لكن مش ابقى مضغوط وابقى قلقان وابقى زي ما تقولي كده تتقلب ضدي، لا باذن الله باذن الله بكل هدوء نقدر نكسب ان شاء الله باذن الله. غياب حجازي هيبقى مؤثر في المباراه؟ طبعا حجازي من السباقات الكويسه جدا في منتخب مصر، وزي ما بتقولي طبعا يعني غيابه احنا مفتقدينه طبعا، لكن احنا عندنا اتنين بيلعبوا ما شاء الله لعبوا قبل كده جنب بعض وهم اللي كملوا البطوله بعد اصابه حجازي، فان شاء الله باذن الله الاتنين عملوها كويس جدا جنب بعض، واتنين روحهم عاليه وعندهم حيويه وشباب وعندهم حته الخبره دلوقتي الحمد لله، لعبوا ماتشات هناك كتير في البطوله، فباذن الله الاتنين دول مش هنحس باذن الله بغياب حجاز باذن الله ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. ان احنا هنلعب اول ماتش هنا في مصر ده ميزه ولا عيب؟ لا انا شايفه لا عايز يكسب لا ميزه، ليه 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 ناخده ان هو عيب؟ طب ما نخلص الماتش ونكسب هنا في ملعبنا ونستريح. ما هيبقى عيب لو انت ما كسبتش هنا. صح يعني انت لو ما كسبتش هنا هتروح هناك تقول اتغلبت مثلا هناك، يعني انت لو ما كسبتش هنا وتعادلت مثلا 0-0 رحت هناك اتغلبت 1-0 هتقول يا لا كنا لعبنا الماتش هناك واتغلبنا 1-0 كنا ممكن نقعد في ملعبنا. طب ما انت ممكن تكسب ملعبك 1-2-3 وتخلص بدري وتروح هناك مستريح. لا انا شايف ان هي ميزه ان اول مباراه تلعبها في ملعبك ان تقدر تكسب تقدر تجيب جون واثنين واستريح تروح هناك مستريح.
بالظبط، مهم جدا ان احنا نروح هناك مستريحين، ان هو زي ما قلنا كده في الاول ده مباراه يوم الثلاث دي شوط تاني. طبعا 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 ده شوط تاني وده شوط لازم الشوط الاولاني بنسبه 80-90% ابقى مستريح فيه في ملعبي. اروح هناك وانا يعني مش مضغوط. بالظبط. كنا من شويه بتكلمني انت على ان في دور طبعا ليه صلاح في المباراه طبعاً. وان هو من دوره ان يعني ياخدوا المباراه على محمل الجد بشكل كبير، وان هو كقائد طبعا للمنتخب هيبقى ليه دور كبير قوي 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 بكره. طبعاً. الدور اللي بيقع عليه وده برضو ممكن يبقى عبء عليه شويه او ضاغط عليه شويه. بص صلاح طبعا قائد ولاعيب احسن لعيب في العالم دلوقتي وهداف الدوري الانجليزي، فصلاح طبعا عنده من الخبرات ما تؤهله ان هو المباراه زي دي بالنسبه له ولا حاجه. هو الضغط عليه بس ان صلاح طبعا ما يمكن ما خدش بطوله افريقيا، ما حققش بطوله افريقيا مع منتخب مصر، لكن وصل كاس العالم معاهم وكان هو هداف المنتخب في كاس العالم، جاب هدفين كاس العالم اللي فات، فهيبقى عنده حافز ودافع قوي ان هو يلعب كاس العالم تاني، تبقى تاني مره ليه، وهيبقى عنده حافز ودافع قوي ان هو يبقى يتحط اسمه زي ما كان صلاح هداف الدوري الانجليزي ومن احسن لعيبه في العالم ومرشح لاحسن لعيب في العالم، ان هو يبقى هداف مصر في كاس العالم وجايب هدفين ومتساوي مع حد تاني من اللعيبه القدامى برضه في جايب هدفين منتخب مصر، فان شاء الله صراحه يبقى عنده حافز نفسه يوصل كاس عالم، نفسه يعمل حاجه منتخب بلده يعوض بيها البطوله الامم الافريقيه اللي خدنا منها بالنهائي، وان احنا ما خدناش بطولات، فباذن الله يقدر ان شاء الله. وصلاح ثقته لعيب كبير جدا وهادي وعنده من الخبرات والهدوء اللي يقدر يتكلم مع لعيبه، يقدر يهدي لعيبه في الملعب ويقدر يوصلهم ان يحفزهم ان احنا باذن الله 90 دقيقه لا بد عن الفوز يا رب ان شاء الله. وجود الجماهير وتشجيعهم زي ما قلنا برضو في الانترو انه من اول ثانيه لاخر ثانيه احنا لازم نبقى ما يسكتوش بالظبط كده. ده ماتش جماهير يعني ماتش الجمهور بالظبط، يعني جمهورنا باذن الله يعني ان شاء الله هيبقى عامل مهم جدا في مكسبنا باذن الله. طبعا كسبنا طبعا يعني تعرف الجمهور المصري بيخض اي حد، استاد الكره اصلا ده ليه يعني اي حد اي فرقه في دلوقتي بتتعمل استاد الكره انت عارف من زمان يعني. أيوة. فاللي بيخش استاد الكره ده اسمه يعني الناس يعني بتبقى اهلي استاد القاهره وجمهورنا باذن الله نتمنى يبقى جمهورنا حافز لينا وداعم لينا ومبقاش ضاغط على اللعيبه زي ما قلنا اول الحلقه وباذن الله يعني نفرحهم ان شاء الله باذن الله. بمناسبه بقى الجمهور والحضور الجماهيري وان احنا بنلعب على ارضنا، عايزه بقى كلمه منك للجماهير، تاني حاجه تقولي ده ممكن ياثر قد ايه كمان على منتخب السنغال. كلمه مني للجماهير، اتمنى ان المباراه تخرج بصوره تليق بالشعب المصري والمنتخب المصري وبلدنا، تبقى مباراه متحضره من الجمهور طبعا ما يخرجش على السلوك اللي احنا حابينه، واتمنى طبعا وباذن الله طبعا من غير ما اتمنى هو الاستاد باذن الله جمهورنا طبعا هيبقى في الملعب انا عارف، وباذن الله منتخب مصر دي لقطات زي ما انت شايف ارشفال الجمهور ما شاء الله يعني جمهورنا في الحاجات دي بصراحه بيبقى شكله حلو قوي في البطولات دي بيبقى شكله حلو قوي جمهور مصر واحد بيحب يشوفه بصراحه. عايز اقول لك انك كمان لما بتروح مثلا الاستاد وبيبقى فيه مثلا تشجيع لمصر انت بتبقى عايز تقعد تتفرج بس غصب عنك مش عارف تقعد من كتر التشجيع ومن كتر ما انت بالزبط. عندك حماس. لا جماهير ممتعه بصراحه يعني جماهير ممتعه وشكلها حلو، هي دي جماهير مصر فعلا، جماهير مصر فعلا، جماهير مصر فعلا اللي حاجه تفرح وحاجه الواحد يفتخر بيها. بص الجمهور عامل ازاي باذن الله الجمهور ده بكره كله ان شاء الله يروح مبسوط. بيلفت نظري المشاركه النسائيه في المباريات كل الفئات الشبابيه والنسائيه والكبار والصغار بيبقى بصراحه أيوة شكل الجمهور حلو جدا في البطولات دي بصراحه. يعني المنظر ده يعني اي نعم يلعب. اي نعم يعني قائمه السنغال تخض بس لا الجماهير دي تخض جدا زي ما انت قلت كده الجماهير تخض جدا بس برضه قائمه السنغال برضه كلهم لعيبه كبار لعيبه محترفين لعبوا برضه قدام جمهور وعندهم من الخبره ان هم يبقوا يلعبوا قدام الجماهير ديت، لكن ان شاء الله باذن الله احنا بقى جمهورنا مع لعيبتنا في الملعب هي اللي تقدر تخوف لعيبه السنغال دي حقيقه ان شاء الله يا رب ان شاء الله. طيب في لعيبه ما لعبتش بحضور جماهيري قبل كده وبينقصها شويه الخبره في النقطه دي، تحب ان اولا النهارده تقول لهم ايه، تاني حاجه ازاي يتغلبوا على ده؟ يعني اقول له ان انت يعني اللعب قدام الجمهور ده اول حاجه دي متعه، الجمهور ده يبقى يعني سند ليك وداعم ليك، ما تديش ودنك لحد، قد اللي عليك ما تقلقش، حتى الجمهور ده جمهور مصري ممكن يشجعك ممكن يعني بيبقى متضايق منك شويه حاجه، لكن مش كل كوره تبقى قلقان، لو اديت ودنك مع الناس بره كل كوره غلط او حاجه قلقت مش هتلعب كوره، العب وقد اللي عليك وهتلاقي الجمهور شايله فوق دماغه، لكن لو ما فيش توفيق خلاص يبقى قد اللي عليك واعمل اللي عليك وباذن الله يعني انا شايف اللعيبه كلها ان شاء الله احساسي كل لعبه مركزه لان دي مباراه مصيريه. بالظبط. مطلوب وقتها في المباراه دي ان احنا نكسب بسكور عالي جدا ولا
عادي جدا ما يبقاش سكور عالي بس تكسب. لا يعني نكسب بس مش يعني ما نطمعش. مش لا مش عايز سكور عالي عالي قوي يعني بس تقدر تجيب سكور. ليه ما نجيبش يعني؟ لو تقدر في امكانيه انك تكسب بسكور عالي تستريح هناك تروح هناك بقى مش محتاج المباراه في حاجه. صح. لكن عشان برضو تستريح لازم تكسب مش اقل من فرق جنين على الاقل يعني. ان الماتش هناك يبقى صعب طبعا. لو نقدر نكسب 2-0 ما تبقى كويسه جدا. السنغال كمان مستموته طبعا. ما عايزين يوصلوا كاس العالم للمره الثالثه يعني في تاريخهم. يعني دي لو وصلوا دي مره ده حلم لكل منتخب. هل فكره ان احنا التاريخ معانا وان احنا تاريخنا مليء بالانتصارات على السنغال ده حافز ولا التاريخ مش كل حاجه؟ لا التاريخ مش كل حاجه. هو التاريخ بس بيديك ثقه بس التاريخ مش كل حاجه. هو ادائك هو اللي بيرجح كفتك. ادائك ومستواك في الملعب. الكرة بتعترفش بالاسم ولا بالتاريخ. الكرة بتعترف بعرقك وتعبك في المباراة وحالتك يوم المباراة. فهي دي الكرة بتعترف بكده. فان شاء الله نتمنى اليوم دوت يكون كل لعيبة بتجتهد. كل لعيبة بتبذل مجهود. كل لعيبة بتلعب بروح بتلعب بقلب لصالح بلدها وشعبها. طب تعال بقى نروح انا وانت دلوقتي لقائمة السنغال. وهي قائمة يعني حقيقي كتيرة جدا. مندي طبعا حراسة المرمى. خلينا عايزة اكتر حد يعني نركز معاه هو ساديو ماني. ساديو ماني طبعا. ساديو ماني محتاج ان هو يعني يبقى عليه مراقبه خاصه ولا مش لوحده اللي عايز مراقبه خاصه؟ لا هم عندهم لعيبه كتير كويسه يعني عندهم ساديو. مين اللعيبه اللي احنا نقلق منهم شويه يعني؟ هم انا مش يعني الاسماء مش بس ماشي. هم عندهم ساديو ماني. عندهم هافرايت رقم 18 شفناه خالص في المباراه النهائيه لعيب كويس جدا. عندهم باك ليفت كويس جدا جدا برضو. دي اللعيبه اللي بونصار اسماعيل صار. ما بقول لك عندهم كوليبالي برضو. بيلعب في نابولي. كوليبالي ده سيرد باك. كل بعيد المدافع سيرد باك. عبد الله ديالو بيلعب في نوتنغهام فورست. يعني مندي لاعب تشيلسي او اكتر. مندي بشوفه حارس مرمى موتر طبعا. اي حد يقلق منه لان هو ما شاء الله يعني زي ما تكون يعني واقف الجون. لا يعني واثق في نفسه جدا. جون كويس جدا. جسمه طبعا يعني طوله طويل جدا ففعلا يوتر اي مهاجم يلعب بصوته. ايوه ليه كان يعني في حراسه المرمى كانت حركته كتيره جدا يعني. يعني انا مش لعيب الكوره يعني بس انا لو انا اللي هسدد ضربه الجزاء دي انا هترعب. انا طبعا احسن حارس مرمى في العالم بس لا موتر جدا جدا. يتعاملوا ازاي هم؟ ده عايز اقول لك ممكن مثلا يروحوا على الجول يقلقوا يجيبوا جون ولا حاجه. هو موتر مش واقف ثابت على الخط ودي مشكله طبعا. هو جون هو بيحاول يصدر برضو القلق والتوتر للاعب. شاطر قوي قوي في الحته دي. دي خبرات برضو منه. دي خبرات مع لعيب محترف يعني في تشيلسي ومن احسن جون في العالم. فلازم يبقى عنده الحته دي والخبرات دي ان هو بيحاول يصدر اللي قدامه القلق والتوتر. فدي حاجه كويسه. لكن برضو احنا عندنا لعيبه خبرات وعندنا لعيبه محترفه وعندنا لعيبه زيهم برضو. محمد صلاح وتريزيجيه وعمر مرموش ومصطفى محمد. مصطفى محمد وحتى اللعيبه المصريه عندنا لعيبه كويسه جدا. فاحنا برضو عندنا وتعرف اللعيب المصري برضو يعني مش دماغه برضو بيبقى عنده حته الثقه في نفسه ديت. بالظبط. وعنده الجبروت. وعنده مش عايز الجبروت المصري ده مش هتكسرني. لا مش بسهوله. فان شاء الله باذن الله ربنا يوفقك ان شاء الله ونعمل مباراة كويسة إن شاء الله والناس كلها تفرح بإذن الله. يا رب. إحنا فعلا محتاجين الفرحة جدا جدا. فرب ينصرنا في المباراة دي. بس أنت يعني عايزك تجاوبني برضه. ساديو ماني محتاج رقابة خاصة زي ما إمام عاشور كده كان عامل معاه. ومش الباك اللي بيلعب عليه بس. محتاج مساعدة معاه كمان. يعني مش هسيب واحد على واحد مع ساديو ماني. ممكن يعدي في أي وقت بسرعته. لعيب كويس جدا. فمحتاج الهاف اللي بيلعب جنب باك رايت سواء عمر كمال أو إمام عاشور. محتاج الهاف يبقى بيساعد معاه. يبقى وراه والكره مع ساديو ماني بيمين ناحيته شويه بحيث ان ساديو ماني حتى لو عدى من واحد يلاقي الثاني. يبقى يلاقي مساحات مغلقه. يلاقي مساحات ضيقه شويه. لكن مش هنسيبه لوحده. لو عدى يلاقي مساحات. لازم يبقى الحته دي هم متميزين فيها الناحيه الشمال. فلازم لعبتنا يبقى في حد بيساعد مع الباك رايت هاف رايت ديفندر بيميل ناحيه الكوره. يبقى حته نحاول نفعلهم شويه. طيب شايف ازاي المواجهه او التنافس ما بين صلاح وماني؟ تحدي كبير قوي قوي ما بينهم. تصفيات في تصفيات ايه؟ تصفيات طبعا كاس العالم وامم افريقيا. دايما في ما بينهم صراع بقى. يعني حتى القرعه بتاعه تصفيات كاس العالم جت مع السنغال وساديو ماني مع صلاح. شايف التحدي اللي ما بينهم ده ازاي؟ هو طبعا التحدي الاولاني ساديو ماني كسبه. لكن كل واحد فيهم عنده تحدي ان عايز يعمل حاجه لمنتخب بلده. ان برضه بيروح هناك في فريقه في انجلترا بيبقى مبسوط ان هو عمل حاجه بلده. مبسوط ان هو صعد بلده وخد البلد بطوله. فالبطوله الاولانيه يمكن صلاح ماني كان موفق فيها هم خدوا البطوله. لكن ان شاء الله التحدي المره دي باذن الله انا ان شاء الله صلاح يكسب التحدي باذن الله.
لان مش هيبقى كل مره ساديو ماني بقى اللي يكسب التحدي، كسب اول واحده صح ياخد الثانيه باذن الله ان شاء الله، نبقى 1-1 بس احنا البطوله الاكبر ان شاء الله كاس العالم ان شاء الله يا رب ان شاء الله. طبعا بنتمنى التوفيق يا رب ان شاء الله. نجمنا محمد صلاح، بدايه الماتش بقى كنا بنقول في الانترو ان اول 30 دقيقه دي انت لازم تخلص الماتش طبعا عشان ده يعني هيربك المنتخب طبعًا السنغالي شويه وهيخلي المدرب السنغالي ايه يفتح لعبه يكشف ورقه. انا من اول دقيقه مش هقول اول 30 دقيقه، انا من اول دقيقه نازل ضاغط وبهاجم وبلعب على المكسب، ما ادهمش فرصه ينقلوا، ما ادهمش فرصه يستحوذوا، ما ادهمش فرصه يمسكوا الكوره، ما ادهمش فرصه ياخدوا ثقه، لان هم لو نقل عليك وخد ثقه ولعب عليك هيبقى مره صعبه. لكن من اول دقيقه نازل ضاغط عليهم، نازل هاجم، نازل اكسب من اول دقيقه، ما ورميش غير المكسب. مش هنزل جس نبض، المباراه دي ما فيهاش جس نبض، ما فيهاش ان انا انزل ادافع وامن دفاعاتي وفي اي وقت اجيب جول، لا. انا من اول دقيقه نازل اكسب، بلعب على المكسب. انا بهاجم، وانا بهاجم دفاعي واقف كويس، صاحي كويس، مركز كويس، لكن انا نازل ضاغط العب على المكسب، ما ادهمش فرصه ان ينقلوا كوره، ما ادهمش فرصه ان يساعدوا، لان هو برده هيلعبوا على حته ايه؟ الضغط الجماهيري عليك. هيلعبوا على حته ان انت برده يبقى تغلط فالجمهور مثلا يتعصب عليك، هيلعبوا حته ان برده عندهم خبرات، هيلعبوا حته ان هم يمسكوا الكوره ينقلوا كتير، يستحوذوا على الكوره، يحاولوا يلعبوا على هجمه مرتده، هيحاولوا يضيقوا المساحات عليك في نص الملعب، يحاولوا ما يدكش مساحات، عارفين عندنا سرعات، عارفين محمد صلاح سريع، تريزيجيه لعب سريع، عارفين ان مرموش برده بيعدي بسرعته، فهيحاولوا يقفلوا في نص الملعب ويضيقوا المساحات بحيث ما يدكش مساحات تلعب فيها. فباذن الله من اول دقيقه ان احنا نازلين خلص المباراه باذن الله. بس احنا ممكن هنا بدنيا هنبقى مستحملين ان احنا يعني على كميه الضغط ده، يعني انت كمان ما بتتكلمش الضغط بدني، انت بتتكلم كمان في ضغط اعصاب، انت بتبقى لازم تبقى مركز بالظبط، لازم مركز مليون في الميه مش 100%. فازاي ممكن نسيطر على ده؟ يعني هيبقى صعب كمان يعني، ما ان احنا نسيطر على ده ان احنا عشان ما تتعبيش تخش معاهم في 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 في, في, في بقى تعب وزي ما تقولي كده، ولازم اخلص المباراه بدري، لازم انزل ضاغط، اقدر اجيب جون بدري، المباراه تبقى هاديه، اقدر اخد ثقه، اقدر العب كوره، اقدر اجيب جون تاني. لكن هنسيب المباراه بقى، ما ينفعش طب اسيب المباراه شويه بعد كده ارجع تاني، يعني اسيب شويه واضغط تاني، اسيب مش شويه حلو بس ما هو اكيد طبعا مش هبقى ضغط على طول المباراه، بس انا بقول لك لازم انزل ضغط من اول مباراه، لازم اجيب جون بدري، ان جون بدري بيسهل لك المباراه، بيفتح لك المباراه، بيديك ثقه، بيخليك واثق في نفسك، بيخليك تنقل الكوره، بيخليك عندك ثقه انك تجيب جون تاني. لكن لو نزلت بقى المباراه مش ضاغط وهم ماسكين الكوره، هم اللي بينقلوا، هم اللي بيستحوذوا، انت ثقتك بتقل، هم بياخدوا ثقه، هيقدروا يلعبوا، هيقدروا يوصلوا للجول. فمن اول مباراه نزل ضاغط. لكن في وقت طبعا حسب ظروف المباراه، انا كسبان في وقت اهدي المباراه، في وقت خلاص شايف مش عارف اجيب جون تاني، جبت جون واحد مثلا مش عارف اجيب جون تاني، بدل ما يخش فيها تعادل لا اطلع 1-0 احسن ما اتعادل. دي خبرات كلها لعيبه حسب ظروف المباراه، يعني انا ما اقدرش اتكلم فيها بحسب ظروف المباراه، واللعيب هو اللي بيفكر فيها في المباراه. هل مش لازم نبقى عندنا فكره التسارع، ان انا بسرعه عايز اجري على الجون وعايز اجيب هدف وعايز اخلص المباراه، لازم برضه يبقى في تأني شويه، ولا افضل ضاغط طول الوقت وبحاول حتى لو المحاوله دي بتفشل طول الوقت؟ لازم احاول من بدري، احاول اجيب جون بدري. يعني انا متعدد، انا بعد ما اجيب الجون بدري اقدر بقى اتحكم في الموازنه، انا عايز اقدر اهدي الريتم، اقدر اسرع الريتم، اقدر اقف، اقدر انقل الكوره، لكن من بدري اقدر اجيب جون عشان اقدر انا اسيطر على المباراه، اللي احنا ادينا فرصه يلعبوا. هم منتخب كبير برضه، منتخب كبير، منتخب قوي جدا، وعندهم محترفين وعندهم خبرات، ومش هيلاقوا يعني ممكن حته الجمهور برضه هم متعودين عليها. فاللي هيتعبهم الضغط الجماهيري مع ضغطك في الملعب، ده اكتر حاجه احنا لازم نلعب عليها بكره، بالظبط، ان انا ابقى ضاغط عليهم، ما ادهمش فرصه ينقلوا، ما ادهمش فرصه يستحوذوا، ما ادهمش فرصه يهاجموا خالص. لا انا احاول اغلط، احاول اجيب جون بدري عشان المباراه تتسهل. تمام، عايز اروح معاك لتصريح قاله كيروش، ان هو قال في مؤتمر الصحفي، قال انا عايز الجماهير ان هي ترتدي تيشرت منتخب مصر ويستعدوا لانهم اللاعب رقم 12. طبعا وهو من يعني من غير التصريح ده طول عمره جمهورنا لابس منتخب مصر، لسه جايبه اللقطات الارشيفيه كلها كله منتخب مصر، جمهور اهلي، زمالك، اسماعيلي، اسكندريه، اتحاد بورسعيد، كل الجماهير تبقى لابسه منتخب مصر. انا ما بشوفش حد لابس فليت نادي في الوقت دوت، كل الجمهور لابس فليت تيشرت منتخب مصر. وفعلا هو مش هنقول الجمهور لاعب 12، لا الجمهور لاعب الاولاني يعني مش رقم 12 كمان. هو نجم المباراه، هو نجم المباراه، هو الجمهور اللي هيساعدنا ان احنا نقدر نكسب المباراه. لو الجمهور مثلا شايف ان في لاعب اخطا شويه يتصرف معاه ازاي؟ يبقوا هاديين، ما زي ما بقول لحضرتك يبقوا هاديين، بلاش يضغطوا على اللعيبه برده، في لعيبه زي ما انت قلت كده اول مره يلعبوا قدام جمهور، فلازم هم الحته دي يبقوا مقدرينها. فلعيب اخطا لازم يشجعوه، لازم يحمسوه، لازم يبثوا فيه الروح القتاليه، ولعبتنا عندها الاستعداد دوت، يعني احنا برده بنيجي بالتشجيع مش بالضغط، الضغط هيوتر اللعيبه ويتقلب ضد اللعيبه لكن ان شاء الله نتمنى ان جمهورنا زي ما قلنا كده يبقى داعم ومساند من اول دقيقه لاخر دقيقه في المباراه. مين تبقى مراهن عليه بكره؟ منتخبنا؟ طبعا يعني اكيد مش من منتخب السنغال.
لا مروان عليه باذن الله. نتمنى ان صلاح، انا اتمنى ان صلاح باذن الله صلاح ان شاء الله يعمل حاجه كويسه. صلاح كده كده صلاح عنده الحافز زي ما بقول لحضرتك ان هو يلعب كاس عالم، يوصل كاس عالم تاني يبقى تاني مره، يبقى يروح كاس عالم يجيب جون او جونين تاني، يبقى هو هداف التاريخ المصري في كاس العالم. فدي حافز ليه، وهو صلاح بيحب التحدي دوت ويحب الحاجات دي، وان شاء الله يعني انا راح على صلاح بكره باذن الله ان هو يعمل حاجه للمنتخب باذن الله. مصطفى محمد، عايز تقول له اي توجهات، عايز تقول له اي نصيحه تحب ان انت؟ بص هو مصطفى محمد برضو يعني مصطفى محمد فريقه كويس جدا ومهاجم من احسن المهاجمين في مصر ونادي الزمالك طبعا، ولكن احنا برضو يعني احنا تعبناه في البطوله هناك، يعني احنا الراجل ده مهاجم دوره مهاجم، احنا بسبب طريقه لعب ما مش كنا بنخلي مصطفى ينزل يدافع كتير وصلاح يخش فيرود مغن والكوره مش معانا، فكان بينزل يدافع كتير وصلاح يخش فيرود، فدي ارهقته كتير وخليته مش في المستوى اللي الناس شايفاه. لكن مصطفى فيرود كويس جدا، ولو استغل الحته اللي جوه ال 18 والاوفرات والحاجات العاليه بيلعب بدماغه كويس جدا. وهم طوال، هو الماتش الاولاني من المباراه اللي فاتت سوري في البطوله الافريقيه النهائي قدر برضه ضربات راس كلها خدها، يمكن بيلعب سباك طويل لكن خد ضربات راس كتير، مصطفى محمد مميز جدا جدا في الكوره العاليه وضربات الراس، فنتمنى ان يتعمل اوفرات كتير لمصطفى. مش يعني كان في بيبقى في حاجه كده اخطاء كده في البطوله، نلعب بطرفين ونخرج مصطفى وهو موجود ما لقيش طرفين. لا مصطفى بيتميز بالكور العاليه، بالكور اللي بيلعب براسه كويس جوه 18، فاتمنى يبقى في اثنين هافين كويسين بيعملوا اوفر كتير، ومصطفى فريقه كويس، وان شاء الله انا متفائل ان بكره مصطفى يسجل باذن الله. شايف ان العرضيات هي سلاح احنا ممكن بكره نستغله بشكل كبير؟ طبعا، لان زي ما قلت لك احنا بالذات لمصطفى، يعني لان احنا عندنا مصطفى بيتميز في الحته دي كويس قوي في العرضيات، بيلعب دماغه كويس جدا. فلازم يعني هو مصطفى مميز في الحته دي، فلازم اللعيبه المميزه في الحته دي احنا نستغلها. صلاح متميز في السرعات، متميز في الاختراقات، متميز انه يخش جوه وبيلعب بريسنج بطن رجله الشمال، ان كل واحد عنده ميزه لازم يستغلها. فمصطفى محطه كويسه، بيرفع الكوره كويس، ضربات الراس عنده كويسه، فلازم نعمل عرضيات كتير جدا. نروح لفتوح. فتوح يعني كان من نجوم بطوله كبيره كاس الامم الافريقيه، من احسن لعيبه كان في البطوله. شايف بقى فتوح كمان دوره ايه بكره، لان اكيد طبعا عليه دور كبير، ورايك كمان في فتوح؟ فتوح متالق يعني. فتوح لعيب كويس جدا ومتالق مع نادي الزمالك مع منتخب مصر البطوله، ونمسك الخشب باذن الله، يفضل محافظ على المستوى ده كده ان شاء الله على طول. لعيب سنه صغير ومستقبل قدامه كبير جدا لنادي الزمالك ومنتخب مصر، وباذن الله فتوح برضه بكره هيبقى جبهه مهمه جدا لنادي لمنتخب مصر. فتوح هجوميا كويس جدا، فتوح مهاريا بيعدي كويس جدا، بيعمل برضه اوفرات، يمكن حافظ برضه مصطفى محمد في حته الكوره العرضيات ديت. فنتمنى يبقى باذن الله يبقى بكره ليه دور هجومي ودفاعي في نفس الوقت، ان هو برضه عندهم الهاف رايت برضه رقم 18 لعيب كويس جدا. فلازم فتوح باذن الله بكره هتبقى مباراه صعبه وعليه دور كبير جدا هجوميا ودفاعيا. وفتوح قدها، فتوح من البطوله الامم اللي فاتت دي كان من احسن طبعا اداء في منتخب مصر. تمام كابتن، هنكمل كلامنا ولكن خلونا نطلع فاصل قصير ونرجع ونستكمل كلامنا مع ضيفنا الكابتن سامح يوسف. ورجعنا لكم مره ثانيه ولسه مكملين كلامنا مع كابتن سامح يوسف. تعالى بقى نروح مع بعض دلوقتي لمن يصعد كاس العالم من افريقيا، كونغو الديمقراطيه، المغرب. يعني التاريخ والاحصائيه والفرق اقوى كله بيقول المغرب. المغرب لو الكاميرون والجزائر. الكاميرون والجزائر انا شايف ان الجزائر اقوى. مالي ولا تونس؟ تونس. غانا ولا نيجيريا؟ نيجيريا. مصر ولا السنغال؟ مصر ان شاء الله. يا رب ان شاء الله بكره نقدر ان احنا نحقق الفوز ان شاء الله باذن الله. اخيرا كده عايز اسالك، التوقع المثالي بكره للمباراه او النتيجه المثاليه بكره ممكن تكون ايه؟ انا قلت لحضرتك النتيجه المثاليه ان احنا نبقى نكسب فرق جون 2-0. 2-0. طيب قبل ما نروح مع بعض للسوشيال ميديا، يعني ما ينفعش حضرتك تبقى معايا وما اسالكش عن موقف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس اداره نادي الزمالك مع البلدوزر عمرو زكي. طبعا موقف حاجه محترمه جدا، حاجه تشرف المستشار مرتضى منصور بصراحه، مش غريبه عليه، طول عمره سباق في الحاجات ديت، بيحب ولاد النادي جدا، بيحب اللعيبه المخلصه جدا لنادي الزمالك، اللعيبه اللي ادت وتعبت وشيل، بيحب يديهم حقهم، فحاجه كويسه مش جديده على المستشار مرتضى منصور، مهما اتكلمت عليه بصراحه مش دي رساله طبعا حقه، وباذن الله ربنا يكرمه ويديله قد تعبه يا رب ان شاء الله، ويعمل حاجه كويسه لنادي الزمالك ان شاء الله يا رب ان شاء الله. دي رساله طبعا، نادي الزمالك دايما دايما ولا عمره ابدا نسي ابنائه. تعالوا مع بعض دلوقتي نروح لاجابات حضراتكم على سؤال حلقتنا النهارده على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشوف اجاباتكم كانت ايه. وكان سؤالنا النهارده، ما توقعاتك لنتيجه مباراه مصر والسنغال في تصفيات كاس العالم؟
مساء الورد يا مساء الورد عليك. ايه اتوقع فوز منتخبنا 1-0؟ هيسجل صلاح او مصطفى محمد؟ المباراه صعبه بس اهم حاجه ما يدخلش فينا اهداف، حتى لو هنخرج تعادل الاهم شباكنا تخرج نظيفه، وبالتوفيق لمنتخبنا الغالي وعلى كاس العالم ناوي. نروح ليه محمد عبد الرحيم، تحياتي ليك يا ماما منوره قناه الزمالك، بشكرك جدا. اتوقع فوز منتخبنا 1-0، منتخبنا قادر على الصعود لكاس العالم ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. بشكركم جدا جدا طبعا على تواصلكم معانا دايما. نورتني يا كابتن والله، كنت سعيده جدا بوجودك معانا النهارده. والله انا اللي سعيد كنت معاكي، وربنا يكرمك وشكرين. حلقه جميله وممتعه بصراحه. بشكرك جدا، نورتني يا كابتن سامح. بشكرك. مشاهدينا كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، ان شاء الله اشوف حضراتكم بكره على خير في حلقه جديده من برنامج اخبارنا.